من المفروض أنه هذا البند أيضا يسري على أسرة 48. صار في تفاعل بأواخر الثمانينيات. من المعيب على دولة إسرائيل على هذا الكيان أنه يكون عندهم أسرة يحملون الجنسية الإسرائيلية. بمعنى أنه يحق لأي أسير لديه احتياجات اجتماعية أن يلتقي بعاملة اجتماعية على سبيل المثال داخل السجن. إسرائيل تفترض أن المواطن الإسرائيلي عمليا يجب أن يلتزم بتصرف ولائي للدولة.